عقدت وزارة التربية والتعليم اجتماعا مع موجهي عموم مادة العلوم ومشرف التوطير لمادة الكيمياء على مستوى الجمهورية عبر شبكات الفيديو كونفرنس لمناقشة إجراءات بداية تصحيح امتحان مادة الكيمياء للشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020. وفي الاجتماع أكد الدكتور رضا حجازي رئيس عام الامتحانات الثانوية العامة أن هدف الاجتماع هو مناقشة مضمون الامتحان وتوحيد نموذج الإجابة ومنهجية التصحيح تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلاب مع مشرفي الدرجات. وجه الدكتور رضا حجازي بضرورة الاتفاق على القواعد الأساسية للتقدير وذلك لضمان تحقيق العدالة بين جميع الطلاب مشددا على مراعاة مصلحة كل طالب عند التصحيح وحصول كل طالب على حق. وأكد الدكتور رضا حجازي على ضرورة الالتزام بنموذج الإجابة موجها بضرورة التدقيق في تصحيح المعادلات الكيميائية وأن تكون متزنة ليحصل الطالب على درجاتها كاملة. وخلال الاجتماع قامت لجنة وزارة الامتحان بمناقشة نموذج الإجابة الذي سيتم على سوء التصحيح.